فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ذكر المؤلف رحمه الله أن الأبكم إذا أراد الصيد فإنه بدلا من أن يسمي فإنه يشير بيده إلى السماء، يقول هل هذا القول راجح وصحيح؟ نعم، حتى الصلاة وحتى الأذكار الأبكم اللي ما يقوى على النطق يشير بالإشارة، والإشارة تقوم مقام العبارة، التزويج والعقود بالإشارة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.